عام دراسي جديد يلوح بكراسته حاملا بين سطوره تحديات كبيرة لأولياء الأمور في محافظة لحج. مع بدء الموسم الدراسي يعيش المواطنون معاناة جديدة في توفير المستلزمات لأبنائهم في ظل استمرار التدهور الاقتصادي جراء تراجع العملة المحلية لأدنى مستوى في تاريخها. أصبح كل شيء غالي، يعني يشتري الإنسان يشتري الأولاد الدفاتر كله غالي، يشتري ثياب ما يقدر، إيش يعمل؟ لازم التعاون، لازم تخفيض الأسعار، لازم مراعاة ظروف الشعب، مراعاة ظروف المواطن. لا وين الغلاء هذا؟ تسبب تراجع العملة المحلية إلى أكثر من 1000 ريال للدولار الواحد بارتفاع كبير في الأسعار، بما في ذلك المستلزمات الدراسية التي تشمل الحقائب والدفاتر والأقلام، لتضيف همّا آخر على أولياء أمور الطلاب في المحافظة. الأسعار نار غالية مرة، يعني الدرزان اللي كنت تشرب 60,000 الآن تشرب 90، يعني مضاعف. مع السعودي كل يوم السعودي ارتفع ناقص زايد كل يوم، والأسعار والله خلى على الله، بس المواطن ما يقدرش يشتري بدلات، ما عم يرجع للمحليات. ويشهد هذا العام الدراسي صعوبات عدة، منها عدم مقدرة أرباب الأسر على شراء المستلزمات الدراسية الجديدة نظرا لارتفاع أسعارها جراء غياب الرقابة الحكومية على التجار، وهو أحد العوامل التي ضاعفت من ارتفاع الأسعار. طبعا بالنسبة لأسعار الدفاتر مقارنة بالسنة السابقة في ارتفاع جدا في سعر الكرتون، مقارنة بالسنة السابقة كان سعر الكرتون حوالي 28,029 والآن وصل إلى 41، بينما تجار آخرين وصل الكرتون إلى 46 وآخرون إلى 38. صراحة الأسعار كانت هذا العام مرتفعة، الإقبال ضعيف جدا. ويأمل المواطنون في محافظة لحج من المجلس الرئاسي والحكومة والجهات المختصة وضع الحلول اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية بالشكل المطلوب والتخفيف من معاناتهم.